الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم سادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. ومع حضراتكم الشيخ محمد فوزي من برنامج طباخ العيلة اللي بنقدمه لحضراتكم من مطاعم أطلانتس في مدينة دمياط الجديدة. وإحنا بدأنا معاكم من أول رمضان في أصناف يا رب تكون دايما عجبتكم، ولو جربتوها وعملتوها في البيت نالت استحسان من جميع العيلة. النهاردة هنواصل مع حضراتكم في برنامجنا، هنعمل صنف حلويات. احنا ما عملناش حلويات من اول ما بدأنا مع حضراتكم. هنعمل طرت تفاح بالكراميل، وهنشوف هيطلع ازاي وهيبقى شكله ازاي، وهنعمل صنف فراخ. هنبدأ دلوقتي، المخرج هينزل لنا المقادير بتاع طرت التفاح على الشاشة، ونشوف المقادير بتاع طرت التفاح، وبعد كده نشوف طريقة عمايله هتتعامل معنا ازاي. العجينة، بالنسبة للعجينة احنا هتاخد كوباية سكر، ربع كيلو زبدة، بيضتين، واتنين كوب دقيق، وكيس فانيليا. وبالنسبه للتفاح او الطارت نفسه هيبقى ربع كيلو سكر عشان هنعمل بيه كراميلا، ومعلقه زبده، وكيلو تفاح، وفنجان كريمه لباني، ده للتقديم او من مش لازم، يعني على حسب ما احنا عايزين نحط كريمه لباني او نحط كريم شانتيه، على حسب. ممكن يتاكل من غير كده وكده بعد ما نشوف شكله وهو طالع معانا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه بحط طاسه على النار، نحط فيها سكر اهو، ادي السكر بتاعي على النار مع نقطه ميه، واقلب فيه. زي ما حضراتكم شايفين اهو، عشان اعمل الكراميلا بتاعتي. انا عندي التفاح مقطعه بالمنظر اهو، وهنشوف هنرصه ازاي في الطرت، وهنجيب العجينه من الثلاجه. احنا سايبينها في الثلاجه لان احنا مش دلوقتي يا حماده، استنى لما اقول لك هاتها، لان الجو سخن. احنا شغالين هنا اهوت على البحر مباشره، والجو النهارده كل سنه وانتم طيبين سخن جدا. فحاطين العجينه في الثلاجه لحد ما نجهز، ونبدا نفرد العجينه ونشوف هيبقى شكلها ايه. ادي السكر بتاعي لسه ملونش، قبل جالنا من يومين استفسارات على او اكتر من يوم مش فاكر بالظبط في حلقه ايه من الحلقات، استفسار على المكرونه المبكبكه، واحنا كنا قلنا ان ده صنف ليبي وبيتاخد معاها يا اما باللحمه او الفراخ مع الحمص وكزبره خضراء وبصل وكرفس، وبياخد معاها المكرونه الصغيره اللي احنا بنقول عليها المرمريه او المقصوصه الصغيره دي، وتتحمر وتنزل تتسبك مع التوابل ومع الخضره ومع اللحمه او الفراخ. بدا ياخد معايا اللون اهو، الكاميرا اكيد جايبها، وريحته بدات تطلع اهي الكراميل. ولا يا حماده؟ أكيد أكيد، كل حاجة أنت أكيد موافق وبس. أمين أمين. م -م.
الناس الطيبين بتوع الأقصر حمادة. استنى بس ايه يلون سنة كمان، لان احنا هنشتغل الطرد في نفس الطاسة او نفس الطاسة دي عشان اما نقلبها تبقى واخدة نفس الشكل بتاع الطرد. زي ما حضرتكم شايفين اهو اخد التفاح اللون بتاعه الطرط قصدي الكراميل، واشيل اهو نقعد في النار مش محتاجها تاني. وابدا اجيب التفاح بتاعي ارصه زي ما حضرتكم شايفين كده في الطرط. انا بقطعه شبه المراكب كده وحطه في ميه بليمون عشان ما يسودش. اكيد الكاميرا جايبه لحضراتكم الصوره. زي ما حضرتك شايفين اهو برص التفاح جوه الطرد. خلصت رص التفاح، اتفضل يا شيف. هعمل حاجة صغيرة خالص، ان انا هاجي واروح رشش فوقه قرفة وهدخله الفرن لمدة 10 دقايق بالمنظر ده. ادي عندي الطرط دخلناه التفاح بالكراميل في الفرن. هنجيب العجينة ونبدأ نفرد العجينة عشان نحطها على الطرط. طبعا عجينة بالزبدة، مش عايز اقول لكم الشمس هنا عاملة ازاي، فاحنا هنحاول ان احنا نفردها بسرعة لان حتى الكاونتر احنا شغالين عليه الرخام سخن جدا من الشمس، وهي عجينة بالزبدة فيعني ايه هتسيح على طول. افرد العجينة بتاعتي اهي. نرش عليها شوية دقيق كده وعلى دي شوية دقيق والفها تاني كده بالراحة عليها. بدأت تلزق تحت خالص اهي، مشكلة مشكلة. نضطر نلمها تاني، عجينة سخنة جدا الرخامة. هنحاول ناخد حتة تانية من التلاجة لان دي كده ساحت خالص فمش هتنفع معانا. خد يا حمادة حط دي في طبق، خليها بنطلع بقى ايه، استنى نطلع الطرط عشان ايه نحطها عليه على طول ما يضيعش معانا ايه وقت، عشان مش هتنفع تسيح على الرخامة كده. ادي التفاح حطيته في الفرن شوية، طلعت الطرد تفاح اهو، استوى التفاح. هجيب العجينة بتاعتي التانية احاول نفردها بسرعة ونستناش عليها عشان
السخونية اللي احنا واقفين فيها. معلش اعذرونا، احنا لو شغالين جوه البلاتو او جوه هيفرق كتير الوضع. هناخدها حته حته. ناخد حته من العجينه الثانيه يا حماده. زي ما حضراتكم شايفين بحاول افردها بالراحه خالص اهي. بحاول ان انا اغطي كل الطرد او كل التفاح اللي انا حطيته في الكراميل زي ما حضراتكم شايفين اهو. ادي العجينه واحنا غطينا الطرد كله، بسويه من الطروف كده. وابدا ادخله الفرن. وبكده عملنا طرد التفاح بالكراميل في الفرن. وفاصل ونرجع لحضراتكم ونشوف نتيجته طلعت ايه، ونستكمل مع حضراتكم الطبق الثاني الفراخ مع صوص بالزيتون والطماطم والانشوجة. ابقوا معنا. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه في برنامج طباخ العيله، واحنا كنا بدانا الحلقه وعملنا طرط التفاح المقلوب وحطيناه في الفرن. دلوقتي احنا هنبدا نخش مع حضراتكم في الفراخ على طريقه سيسيليان من ايطاليا، وهنعملها مع بعض ونشوف هنعمل ايه. هينزل لنا المقادير المخرج على الشاشه. ربع كيلو او نص كيلو فراخ صدور، فنجان زيت زيتون، فص ثوم، علبه انشوجه، معلقتين او حبيتين طماطم متقطعين، وزيتون اخضر او اسود اللي موجود عندنا، وزعتر وبابريكا، ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. قبل ما نبدا الفراخ هنبص بس على الفرن الطرد بتاعنا وصل لايه ونكمل مع بعض. لسه شويه على الطرد. ادي الطاسه بتاعتنا، زيت الزيتون، هناخد الفراخ اللي عندنا احنا غسلينها تمام زي الفل اهي، نحطها هنا نتبلها. اديها سنه ملح صغيره عشان اراعي ان انا احط انشوجه والانشوجه فيها ملح. وادي فلفل وسنة بابريكا وسنة زعتر عليها، هدعكها كده. هتديني دقيقة حمادة. وابدأ وانا شغال اهو بعفرها بالدقيق تعفيرة خفيفة خالص اهي. صنف سهل جدا ويتعامل بسهوله في البيت، واي حد من الاسره يحب ان هو ياكله لانه هيبقى طعمه حلو مع الزيتون والطماطم والانشوجه. ادي تقريبا نص كيلو فراخ اهو بتاعنا، الفليات
قبل ما تستوي الفراخ معايا بروح جايب الانشوجه اللي عندي اهي، بدوبها في الطاسه، بفرمها كده في جنب الطاسه عشان تديني الطعم بتاعها مع الفراخ ومع الزيت بتاعها ومع الصوص. احط معاها شويه الزيتون ومعلقه ثوم والطماطم بتاعتي اهي، زي ما حضرتك الريحه طالعه صنف سهل خالص. ودي الفراخ سيسيليا. في ناس من بعض الشيفات او الزملاء بيحطوا زيتون اسود معاها كمان، او بيحطوا لها بتنجان مقلي متقطع كرهات كده ومقلي، يعني كلها مذاهب، بس في النهايه بتدي طعم واحد وتدي شكل واحد. قربت تستوي، هنبص على الطرت بتاعنا. قرب يستوي الطرت بتاعنا، هنجيب حاجة نطلع فيها الفراخ. باخد الفراخ بتاعتي كده اهي طبق. زي ما حضرتكم شفتوا ما خدتش سوا خالص، لان الفليهات ما بتاخدش سوا. دي لسه الحته دي الاخيره. وادي الفراخ بتاعتنا، وادي الصوص. انزل فوق الفراخ بالمنظر ده، وشوية بقدونس كده من فوق الوش. وادي صنف الفراخ بتاعنا، وبالهنا والشفا. نطلع الطرت بتاعنا اللي استوى دلوقتي تقريبا. زي ما حضراتكم شايفين ادي الطرت طلع الفرن، بس طبعا ده مش شكله النهائي، احنا لسه هنشوف شكله هيبقى ايه، لانه هو خد معانا شويه شغل كده في الاول، بس هيطلع وهيعجب حضراتكم في الشكل دلوقتي. بس كده شف انا هاجي بس بطرف السكينه كده اخلص الطرت اهو. ادي الطبق بتاعنا على ده، يابا بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الطرت بتاعنا، ادي شكل الطرت بتاعنا، ايه رايكم؟ طبعا ما كانش حد متخيل انه هيطلع شكل الطرت بالمنظر ده،
والف هنا وشفاء، ويا رب يكون الصنفين اللي عملناهم لحضراتكم النهارده الفراخ السيسيليان الصدور مع الصوص الانشوجه بالطماطم وطارة التفاح بالكراميل المقلوب، الف هنا وشفاء، ونشوف حضراتكم في الحلقه الجايه ان شاء الله مع طباخ العيله والشيف محمد فوزي. السلام عليكم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.